أنهت البورصة تعاملاتها على انخفاض مؤشرها السعري أكثر من 15 نقطة ليصل إلى مستوى 6670 نقاط. في المقابل انخفض المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 بواقع نقطتين وسبع نقاط على التوالي. وتابع المتعاملون بعض الإفصاحات من الشركات بشأن دعاوى وأحكام قضائية فيما استهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات. وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 37 شركة وانخفاض أسهم 55 شركة، في حين استقرت 21 شركة من الإجمالي العام.